بسم الله الرحمن الرحيم. We continue in orthopedics and we ask about common eponyms, الأسماء المرادفة أو بعض التعاريف. على سبيل المثال الفراكتشر اللي نسميه شنو؟ اللي هو يصير بالديستال ريد، بالديستال راديوس، ديستال راديوس فراكتشر بالديستال راديوس. هنا يصير فراكتشر with the posterior or with the dorsal displacement. Dorsal displacement. شو نسمي هذا الفراكتشر؟ سمي كوليس فراكتشر. كوليس فراكتشر. اوكي. هذا نفس الفراكتشر ديستال راديوس. اذا posterior displacement or dorsal displacement سمي كوليس. إذا anterior or volar displacement نسمي سميث فراكتشر. اوكي. What's the name of اليونيت فراكتشر؟ يعني مو عندنا مثلا السكافويد. أول واحد سكافويد، السكافويد هكذا بخصر سكافويد بون، بعدين اليونيت، بعدين تراكواترم، هذا اليونيت، بعدين ترابيزويد، بعدين باريفورمس. تراكواترم باريفورمس آخر شيء. سلمى لازم تلعب بوكر. هذا السكافولد. اوكي. اليونيت فراكتشر شو نسميه؟ كينين بوك. كاين بوك. كاين بوك فراكتشر. كاين بوك فراكتشر. اوكي. زين. اذا نفس راديال فراكتشر، هذا راديوس هذا الراديوس هنا اذا راديال فراكتشر اوكي بالجنكشن اوف ميدل اند distal third with distal radio ulnar dislocation. هذا بالجنكشن هنا radial fracture هنا radial fracture with the distal شنو distal radio ulnar joint dislocation. هذا هنا الجوينت اللي هنا يصير له ديسلوكيشن. اذا هذا فراكتشر وهنا ديسلوكيشن شو يسمونه؟ غاليازي فراكتشر. اوكي. اذا افولشن اوف انتيريور جلينويد لابروم، هذا الجلينويد فوسي هاي. اوكي. وهذا الهيد اوف هيومروس. هذا الجلينويد فوسي. وهذا head of a humerus. مو هنا هاي التوبروسيتي، هنا التوبروسيتي. يعني fracture in the anterior rim.
فراكتشر افضل شنو فانتريير جلوينويد شنو لابرم هذا الحافه مالته شو نسميها نسميها بانكارت 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 فراكتشر اوكي اذا تارسل ميتا تارسل فراكتشر ديسلوكيشن tarsal I don't know any one of these tarsal metatarsal على سبيل المثال هذا tarsal ونجي هنا tarsal metatarsal هذا المتatarsal ذني هنا الفلنجز هنا المتatarsal هذا البونز اللي هنا اللي موجودة مثلا bones of ankle tarsal bones tarsal metatarsal na fracture with dislocation صاير مثلا tarsal metatarsal fracture هذا تشوفوا بالاشعه هاي امامكم fracture dislocation وفراكتشر تارسو متى تارسل اوكي هذا شو نسميه تارسو متى تارسل فراكتشر dislocation نسميه ليس فرانك ليس فرانك اوكي فيرست متى تارسل شفت فراكتشر هذا اذا هنا فقط فيرست متى تارسل اللي هو يروح articulate with the toe big toe first metatarsal shaft fracture شو نسميه هذا نسميه Jones fracture Jones fracture okay بالنسبة لل radial head إذا صار dislocation or subluxation during pulling يسمونه nurse made nurse made elbow nurse made elbow أو pulled elbow أكو عندنا osteochondritis تصير مثلا في نهايات التندن اللي attachment between the tendon and the bone on the chondral area المنطقة فشو يصير يصير osteochondritis osteo كوندرايتس هذا هنا عندنا مثلا اللي باتلة هنا وهنا تيبيا والتندن الاتاتشمنت هنا يصير اوستيو كوندرايتس اوف تيبيال تيوبروستي اور تيبيا نسميها الشباب نسميه اوس جودش لاتر ديزيز اوس جودش لاتر disease was good schlatter okay osteochondritis bin in navicular bone medial side with tarsal bones osteochondritis bin navicular bone she say me hai isse me cholar disease okay إذا fracture of the spinous process of C7 هاي C7 اللي إحنا قلنا the spinous process مالتها طويلة C7 okay C7 spinous process طويلة إذا fracture C7 شو نسميها نسمي clay shoveler نسمي clay shoveler كلي شوفلر إذا فراكتشر ديستال إند أوف فيبيولا هذا تيبيا أوكي وهذا هنا الهيد أوف فيبيولا
هاي الفيبولا. إذا فراكتشر ديستال اند اوف فيبولا سمي 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 بوت بوت فراكتشر. اوكي إذا فراكتشر اودنتويد or fracture of the pedicle of C2 pedicle of C2 اللي هي ما بيها بودي هواية اللي هو شنو C2 الأكسس هذا هنا الأطلس اللي ما بيها بودي جوس آرش وهنا أيضا حتى سباين ما بيها جوس تيوبروستي بس تجي هنا الأودونتويد تدخل هنا من العضلة من الفرتبرة الثانية اللي هي شنو أكسس ف البديكولز مال الأكسس إذا صارها فراكتشر وليمتى يصيرها فراكتشر بالهانجينج من يتعلق بالإعدام فيسمون هانج مان فراكتشر هانج مانز فراكتشر أوكي fracture the fifth metacarpal neck هل metacarpals مثلا الصغير اللي يستخدم وين البوكسات fracture of fifth metacarpal neck هنا وبعدين تجينو تجي السلاميات اوكي اذا فيث متكاربل فراكتشر فيث متكاربل نيك هنا هاي يسمونه بوكسر فراكتشر بوكسر بوكسر فراكتشر اوكي خاصه الخامس نجي نسال عن سم بايوميكانكس بايو ميكانكس اوكي What's stress? نقول stress يعني هذا العظم هو العظم فيمر مثلا stress يعني the force per unit area force المسلطة على يونت اريا مثلا افرض سنتيمتر افرض انش هذا نسميه ستراس فورس بير يونت اريا اوكي فورس بير يونت وات از سترين strain change in the length divided by the original length يعني إذا the original length مال التندين العضلة وهذا التندين مالته نهايته attached to the bone هذا the original length إذا صارها تير أو ضغط عليها وسحب شديد صارت أطول فنقول شنو تعرضت الى سترين change in the original change original length what's the wolf law wolf law wolf law يعتمد على البون البون is formed along the lines of stress يعني مول من المنطقة اللي تعرض بها الضغط وشي يشكل هنا يصير عظم يعني يتشكل يثخن يتماسك في منطقة الستراس يعني respond to stress bone respond to stress فيشكل البون إذا منطقة منطقة النو ستراس إذا ماكو سترس وضغط واحد ما يمشي والعضلات ما تحرك شيء شو يصير؟ يصير أتروفي يعني بون أتروفي يعني أستوبوروسيس يصير ريزورب شنو يصير له؟
المنطقة اللي ما بيها سترة شو يصير بيها؟ ريزوربشن. اوكي؟ ريزوربشن. وفي حين شو يصير؟ البون هنا انكريز ان ذا يعني فورميشن اوف ذا بون. هذا قانون وولف. Was the citrus shielding? Citrus shielding. Shielding إذا نخلي بالبون هنا فدرج إمبلانت. بليت مثلا على سبيل المثال. نخلي بليت. فدرج إمبلانت. شو راح يصير للبون؟ والتايم ما يستخدم البون معناها شو يصير؟ يصير أستيوموليشيا. السترس إذا راح خلينا على البلانت السترس مو على البون شو يصير؟ ويكند بون. هذا حسب أيضا شنو؟ اللو أوف وولف. شلنا السترس يصير ويك بون. البون يقوى وين؟ في منطقة السترس. أوكي؟ هذا يسمونه سترس شيلدينج من نخلي فريج امبلانت. Which of the following common orthopedic material most closely match the rigidity of bone؟ يعني يا هي المواد الصناعية اللي هي أقرب لصلابة العظم. شنو هي المواد الصناعية؟ كم مادة صناعية تستخدم مثلا مقاربة للعظم يخلوها مثلا سمنت مال العظم؟ في المواد على مود شنو تقارب الدنسيتي وتقارب الريجيديتي مال العظم. شنو مثلا شي يخلون الستينلس ستيل، ستينلس ستيل مثلا، والسؤال تيتانيوم مثلا قريب من الريجيديتي مالت البون، بولي مثيل، ميثا كرايليت، بولي مثيل، ميثا كرايليت اللي هو يعبرون عنه هكذا بي ام ام اي، بولي مثيل ميثا كرايليت. اوكي، اور بولي ايثيلين، بولي ايثيلين. ويتش ماتيريال يعني شو اسمه كلوز ماتش المن للبون ريجيديتي؟ ذس از بوليميثيلين ميثاكرايليت، بوليميثيلين ميثاكرايليت، سمنت. هذا هاي المادة السمنتية هي التي تشابه الريجيديتي اوف بون. What type of force does bone most strongly resist؟ شو يقاوم البون أكثر قوة يقاومها البون؟ الكومبرشن، الضغط من الأعلى إلى الأسفل. Bone resist compression من الأعلى إلى الأسفل. بعد What type of force ligament and tendon الرباط أو الوتر يقاومها؟ يقاوم المط تنشن، ريزيست تنشن. أوكي، let us analyze some gate analysis. gate السنتر اوف جرافيتي مركز ثقل الجسم وين يقع؟ مركز ثقل الجسم مركز ثقل الجسم يقع just anterior just anterior to the second sacral vertebra just anterior
نعم، مركز الثقل مال الجسم. anterior to second sacral vertebra. How far does center of gravity move during gait؟ من يتحرك الإنسان إيش قال؟ يتحرك مركز الثقل، يتحرك vertically and horizontally بهذا الشكل، يعني منا بندول، بندول يتحرك، ومنا يتحرك بندولية بحدود الشنو؟ 5 سنتيمتر. بندول بحدود ال 5 سنتيمتر oscillation. Okay, what is the concentric contraction؟ concentric contraction تقلص العضلة. concentric، concentric يعني short fibers، تصير تتقلص تصير short fibers، مثل ما واحد يريد يقفز، يريد يقفز من على مرتفع، فتتقلص عضلاته شو تصير short fibers. okay eccentric، eccentric contraction من ينزل ويضع رجليه راح تتقلص، ولكن تقلص وهي long fibers، فهذا الاكسنتريك وهذا هذا الكونستريك كونسنتريك وهذا اكسنتريك كونتراكشن. اوكي، ار موست muscles of the lower extremity most active during concentric or eccentric؟ ليمتى most active يصير؟ من تتقلص بقصر او تتقلص بطول؟ لا، من تتقلص بطول. eccentric muscles most active in eccentric contraction. Okay, the last subject in orthopedic peripheral nerve injuries. For each listed nerve, identify the contributing spinal level and motor tests used to evaluate the motor function. أول مرة نسوي تيست نختبر الوظيفة يعني مالت الفانكشن، وبعدين يا ليفل سباينال ليفل. فناخذ على سبيل المثال اكزيلري نيرف، اكزيلري نيرف which spinal level C5 to C6. شلون نسوي التيست؟ وي ابدكت ذا شولدر، لان هو يزود لنا الدلتويد، فنسوي ابدكشن اوف ذا شولدر. abduct the shoulder، شوف التيس مالته. abduct shoulder، هذا الاكزيلري نير. اوكي، musculocutaneous nerve، musculocutaneous nerve اللي هو شو يزود لي بايسبس مسل، هذا ايضا C5 C6. شو يسوي؟ فلكس ذا البو، لانه البايسبس فلكسر، جود فلكسر. أشوف التيس مالته فلكس البو. اوكي، راديال نيرف، راديال نيرف هذا اللي يزود لك اكستنسرز، بس من وش ليفل؟ يجي C6 to C8، C6 7 8 6 7 8، من ثلاثة هنداك قلنا منين يجي؟ من البوستيريا ترانك اوف براكيال بلاكسوس. So C6 to 8، فش يسوي هو extension؟ فيسوي extension of the thumb، extend the thumb. okay، the ulnar nerve، ulnar nerve from C7 to T1 ulnar nerve. okay، هذا abduction of index fingers، abduction of index fingers، او هذا نفحص اللمبريكلز، يعني نفتح ونسد الاصابع فيما بينهن. ابدكشن وادكشن اوف شنو؟ فينجرز.
الميديان نيرف، الميديان نيرف اللي هو سي 6 تو تي 1 6 تو تي 1 ميديان نيرف سي 6 تو تي 1 اوكي. شلون افحص هذا الميديان نيرف اللي هو فلكشن اوف ذا يعني فلكسرز فلكشن اوف ذا ثامب وانترفرنجيال جوينتس فلكشن اوف ثامب اوكي. بعد عندنا الفيمورال نيرف femoral nerve اللي هو L2 to 4 or 2 3 4 يعني 2 3 4 هذا شو يسوي؟ هذا يسوي لنا اللي هن knee extensors اللي quadriceps supply the quadriceps muscles فشن extend knee اوكي. الاوبتريتر نيرف اجين ال 2 تو 4 2 3 4 يعني اوبتريتر نيرف ادكت ذا ادكترز هذا يقرب الهب ذيس ادكشن اوكي. سوبريير جلوتيال نيرف سوبرير جلوتال نير اللي هو هذا ابدكتر اوف ذا هيب L5 هيب ابدكتر اوكي. انفيرير جلوتال نير اللي هو S1 انفيرير جلوتال نير وش يسوي؟ extend the hip extend hip. بعد tibial nerve اللي هو part of sciatic nerve اللي هو من ال L4 إلى S3 اللي هو sciatic nerve يعني sciatic or tibial اللي هو part of sciatic nerve من ال L4 الى الاس 3 يعني ال 4 5 اس 1 2 3 هذا السياتيك نيرف شنو شو يسوي السياتيك نيرف التيبيال وشي بلانتر فلكشن اوف ذا تو اند انكل بلانتر فلكشن يعني يدفع لي جوا بلانتر فلكشن اوف تو اند انكل بلانتر فلكشن واكو بالمقابل ديبيرونيال نيرف جزء من السياتيك ديب بيرونيال نيرف اللي هو جزء من السياتيك ايضا وهذا هم من ال4 ولكن للاس2 زين هذا شو يسوي لي الدورس فلكشن اوف ذا تو and ankle dorsi flexion okay yeah very important very very important. اكو عندنا بعض التعاريف البسيطة اللي واحد يعني مثلا على سبيل المثال شنو معنى valgus valgus turned inward toward the midline يعني الطرف يتقرب من ال شنو من الميدلاين مال الجسم مثلا هاي القدم القدم اذا هيك تصير بهذا الشكل تاتي شو يسميها بهذا الشكل القدم هاي يسميها فالغس تجي للميدلاين
تتجه، هي المفروض هي هذا النورمال، هذا النورمال مثلا هي تجي وين؟ للميد لاين، فش اسميها؟ فالجس. اوكي، او اي شيء مثلا الركبه، الفارس شنو؟ فارس يصير بعيده، هاي القدم شو يصير؟ بهذا الشكل تبتعد، هذا شو يسميه؟ اذا هذا الاول فالجس وهذا فارس، والقم فارم فارس. اوكي، turned outward، فارس outward، والقص شنو؟ inward. الديسلوكيشن، الديسلوكيشن بالجوينت complete loss of contact between two surfaces، يعني هنا يصير هذا مثل الفيمر اللي كان هنا اجل هنا صار ديسلوكيشن، راحت الكونغرسي كونغرتي بتوين ارتكولار سيرفيسز اوف ذا جوينت. اوكي، هذا الاتصال بين الارتكولار سيرفيسز اوف ذا جوينت راح، مثلا هو هذا الاصل اتصال العظم، صحيح؟ نهاية الفيبولا، هذا يروح ينزاح، يجيب افرض هذا هالشكل، هذا هنا يصير، وهذا هنا، هاي يصير dislocation. اوكي، complete loss of congruity between two surfaces، dislocation. subluxation partial loss of congruity، يعني هالشكل هذا مثلا partial loss of congruity، هذا subluxation. اوكي، osteotomy cutting the bone حتى يسوي يصير له realignment، اذا هو مثلا اعوج التيبيا مثلا او غيره، فش يسوي؟ we cut the bone ونعدل به. اوكي، نعدله، هذا يسمونه osteotomy. اوكي، arthrodesis هذا المفصل، المفصل هذا المفصل اللي يصير بين الفيمر مثلا ني جوينت، إذا تالف ومعيق للإنسان فش يسوي له؟ arthrodesis fusion، يعني دمج المفصل وإتلاف كونه مفصل ما يتحرك، يصير frozen، هذه الفيوجن يسمونه arthrodesis، خاصة إذا كان painful وما متحمل وماكو طريق ولا ينفع ومضر. arthrodesis، الارثروبلاستي اللي هو مثلا اما سيرجيكال ارثروبلاستي مثل يسمونه اكسيجنال ارثروبلاستي، هذا الهيب، هذا الهيب مثلا، وهنا خربان الهيد، فيشيلون الهيد وخلون فري اوف بين هاي المنطقه، يسمون هذا اكسيجنال ارثروبلاستي. بس اكو بعد بروستيسيس، بروستيتيك ارثروبلاستي اللي هو استبدال ريبليسمنت، فمثلا نجيب نيو فيصير total hip replacement مثلا or partial hip replacement، يسمونه partial arthroplasty وهذا total arthroplasty. اوكي، ال Volksman contracture من يصير compartment syndrome، compartment syndrome في اي طرف، في الليك، في غير compartment syndrome، اذا فاتت ال 6 hours واسكيميا فش يصير؟ يصير اسكيميا للمصل والكروسيس وفايبروسيس، فش يصير؟ يصير كونتراكتشر، شد، بعد يصير شد والتصاقات بالعضلة، والعضلة غير قادرة على التحرك، يعني
مثلا إذا بالهاند تصير كلو هاند. أوكي هذا يقول شنو عليه Volksman Ischemic Contracture. دوبترين كونتراكتشر هذا مو بالعضلة وإنما بالفيشي مال البالم دوبترين especially in the third finger تقريبا second finger يصير لهن فلكشي مثل كلوينج مثل الكلوينج لكن بسبب من بسبب شنو الفاشيال كونتراكشن يسمونه دوبترين كونتراكتشر. اوكي ثانك يو very much.